نور العين حاجيني شنو يا رجعك يبني أفتر وحدي نص الليل وامشي على لقيتك وذر فوق القاع أقول أن هو مو هو وهذا الحسين وهالريحانة الحسين لقيتك وذر فوق القاع اسمع زين شي يقول الشاعر على لسان حالي يما وش عند الشمر وياي من حرق سوى شم سويت لما ادري وبيادي حكي الزهرة تقول فرش تعبايت على القاع يوم العاشر بعاشور وبيدي قمت من جسمك وبيدي قمت من جسمك بعد ولقيت شوية من كبدك عزيزي حسين ولقيت شوية من كبدك ولقيت الخنصر المبتور ولقيت على الشريعة جفوف يا يما يا يما رحت صاب القمر يدعتب على العدوان عاينت على رجل الخيل قميصك بالحوافر قمت أنطم قمت أنطم على راسي وصيح حسين يا عطشان أنا مو بعيدة أنا عليك يا يمه عيدة والله عيدة هذا البيت اللي قل أنا عليك عنيك يا يمه وأنا شفت زينب لها صورة أخرى تقول أنا جيت للعركة وندهت وراعي الأمر وتعذب بس شافت منظر هواية مؤلم زينب ما
كانت تتصوره، صعب تخيل هذا المنظر. تقول انا جيت للعركة ونجت وراعي المروة تعذرت، انا لقيت في العزيز على قلب علي، انا لقيت الشبير ثاني ركوب. اي والله تستاهل اللطم على الراس. انا لقيت الشمر ثاني ركوب، وين على صدر خيي وحزن. انا العيني انا العيني العيني العمى، ولا جان شفت عبر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.